على إين. نحكيه على تجربة برشا استعدادات لحقيقة، وكانت معنا الغرفة غرفة صنع المرطبات في المباشر للحديث على المشكلة اليوم في تونس اللي هو الفرينة اللي هو السكر والمشاكل هذه اللي يعانيوا منها صانعية المرطبات في تونس استعدادا لاحتفال عدد من التوانسة برأس السنة الإدارية. اليوم صاحب مخبزة يعلق على الواجهة متاع المخبزة متاعو اعتذار من الحرفاء متاعو احتفالا مقاطعة الاحتفال باحتفالات رأس السنة الميلادية تضامنا مع أشقائنا في فلسطين. نحكيو في التجربة هذه صاحب مخبزة من ولاية سليانة معنا في المباشر سي رضا بوشارب. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا يا سي رضا. أهلا مرحبا بكم يا أفهم ديوان أفهم. مرحبا كريمة ديوان أفهم. شكرا لفضلك. هذه اللفتة الكريمة عايش لفضلك. مرحبا بك. تجربة خممت برشا باش تقدم عليها، وإلا معناتها قرار كنت ماخذه عندك برشا ومنذ انطلاق العدوان على قطاع غزة؟ والله احنا منذ انطلاق العدوان على قطاع غزة احنا الكوشة نتاعنا القدس، اسمها القدس ديجا اسمها القدس والقضية الفلسطينية في دم كل عربي مسلم أكيد. فمش واحد معناه ما فهمت. والمبادرة جت كي واحد يحل التلفزة ولا على منصات التواصل الاجتماعي تتفرج في الدمار والقتل والدم والانتهاكات على المدنيين العزل، وواحد ما تنجم كان تاخذ موقف معناه حتى بسيط. قلت ما فماش سناقتو ما فماش رأس العام معناته. والله قررنا معناها انا واخويا والعائله والكل معناها والصناعيه والدنيا كل معناها على اساس فهمتني ما نتفرجوا في الدم والواحد ما عادش نجموا الواحد يعمل جاتو. والحرفاء نتاعك اللي يشريوا منك كل يوم معناتها مش قالوا لك على القرار هذايا؟ والله الناس في سليان كلها صلي على النبي تجاوبت معانا شجعتنا على الفكرة ومش كل شيء فلوس مدام. مش كل شيء فلوس. هذا يرد ظهر لي على الناس اللي برشا ناس قال ديجا هي السلعة مش موجودة معناتها لا فما سميد لا فما فرينة لا فما مواد أولية ديجا غالية ما فماش زبدة معناتها هذوما شنو تقول لهم؟ يقول لك ما فما ناس تعم في الشعبوية يقول لك هذاك علاش معناتها خذوا القرار هذايا. بالنسبة للنقص ولا احنا ما تعرف الحلويات معناها ناخذوا السكر معناها فهمني بالفاتوره معناها غالي ب 3000 وموجود مش الفرينه موجوده وسلعه تم نقص شوي لما حاله معناها الواحد في عهد مش كان يخدم في معناها كميه كبيره مش يولي يخدم اقل شوي. فهمت. لكن رغم ذلك قررت ما فماش جاتو. رغم ذلك قررنا وفهمتي على الانتهاكات نتاع فلسطين فهمني اشقاء واحد باش ما نخدموش باش ما تخدموش معناتها سنين ما كنتش باش تخدموا واحد ما ينجمش يفرح ويتفرج في التلفزه ويتفرج في الدم ويتفرج في فهمت. واضح فما ناس تقول لك كنت انت تنجم تقاطع في دارك مثلا زي قرار تنجم تاخذه انت معناتها في عائلتك لكن تنجم تبيع. فما ناس تحب تاخذ مثلا تقول لك احنا هذه مناسبه ماهيش احتفالا براس السنه الميلاديه انا ما احتفالا براس السنه الاداريه وهي فرصه باش تلم العائله وباش تتقابل والعباد ما تروح كان في راس العام وغيره معناتها جاتك انتقادات من نوع هذايا ولا لا؟ والله فما شوي مش برشا حقيقه معناها شوي ناس اقليه اما السلينية كلهم دمهم فلسطين. ما تسليني الكل دم فلسطين توينس الكل والعباد كلها تحب فلسطين وما فماش واحد. وانا شجعني السيد الرئيس قيس سعيد في خطاباته الأخرانية ودعمه للقضية الفلسطينية تنجم كانت تشجع معناها تشوف صلي على النبي معناها قريب يهز سلاحه ويمشي حال. معناها كان ما تكلمش الرئيس ما كنتش باش تتحمس هكا ولا؟ والله ليه شجعني زاد شجعني. شجعك زاد شجعك معناتها القرار موجود وانت زاد شجعت. حتى من الخدامه اللي يخدموا معايا والصنايعيه نتاع الجاتو والواحد الكلهم كي بقينا نحكوا مع بعضنا في الحكايه عجبتهم الفكره معناها انا قال لي ما نجمش نهز خبزه قطو داري وصغاري واحد ونحل التلفزه نلقى الدم ونلقى الموت ونلقى الواحد فهمت. واضح. معناها ثم برشا حاجات انا الحقيقه القرار اللي انت خذيته
قرار رائع جدا معناتها الحقيقة مش سهل واحد راهو معناتها نحكيه اليوم بصدق لأنه رأس العام فرصة للي يبيعوا الحلويات واللي يبيعوا المرطبات باش يلموا شوية فلوس وباش ربما يضيع يعوض خسائر العام كامل وانتم أثناء عانيتوا أصحاب المخابز فوالا عانيتوا وعانيتوا انتم أثناء أصحاب المخابز هم فمش فارينا اليوم تخدم حصة غدوة ما تخدمش وغيره فوالا كنت لكن أنا نحييك على شجاعتك الحقيقة ونحييك على هذا الموقف واجب معناها تضامن مع اخواننا في فلسطين اقل واجب معناها لو كان واحد عنده امكانيات وعنده حاجات معناها علاش قاعد لهنا واضح يا سيدي يعطيك الف صحه وربي يبارك لك في رزقك وفي مالك وشكرا لك على جرعه الامل لانه يعني اليوم الحقيقه الشارع التونسي مش كما الشارع او للعدوان كما الشارع اليوم نحسوا فما برشا صمت ونحسوا فما الحقيقه الناس كلها رجعت تخدم وتشوف في حياتها وتتفرج على في المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قنوات القنوات التلفزيونيه فقط الحقيقه على كل انا نحييك وشكرا لك على جرعه الامل اللي اعطيتنا هذه اليوم ان شاء الله ربي ينصر اخواننا في فلسطين ان شاء الله ربي معاهم في محنتهم وفي نجم نقول شكرا يفضلك سيد رضا ابو شارب تحياتي ليك ولكل مستمعينا في سديانا يفضلك شكرا لك الى اللقاء